أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: إذا حاضت المرأة أيام حيضها من قبل وفي هذه المدة طهرت، وفي أيام الطهر بقي الطاهر حتى جامعها الزوج، وبعد الجماع مباشرة رجع الدم من جديد، ما الحكم في هذه الحالة؟ مأجورين، وماذا يلزم الزوجين؟ إذا كان أن عادة الطهر كاملة، يعني كملت أيام الدورة ثم رأت النقاء التام والطهر التام واغتسلت وجامعها زوجها، فإن هذا الدم الذي أتاها لا يعتبر شيئا، يعتبر دم فساد. وأما إذا كانت أيام العادة لم تنتهي، فإنما رأت طهرا ونقاء في أثناء العادة واغتسلت وصلت، فإنه يكره لزوجها أن يطأها خشية أن يعود الدم. فإذا عاد الدم هو حيض، لأنه في أيام العادة هو حيض، ويكون زوجها قد وطئها وهي حائض، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه الكفارة، وهي أن يتصدق بدينار من الذهب أو نصفه، يعني مثقال من الذهب أو نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود الورقية، صدقوا به على الفقراء.